اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الحقيقه عقد مؤتمرا صحفيا اتكلم فيه عن امور كثيره جدا تخص منتخب مصر، والحقيقه افلح ان صدق، افلح ان صدق. اول تصريحاته قال ان هو كان بيتابع كل اللاعبين وتابع مباريات الاهلي وانبي وبيراميدز وسموحه وبعض المباريات المسجله، وقال ان الاختيار مش هيكون محدود وهيتفتح الباب للاعبين الجدد في المرحلة المقبلة. يا رب. الحقيقة الجملة دي دايما بنسمعها من كل المديرين الفنيين الجداد، ولكن نتمنى الحقيقة ان كارلوس كيروش يعني زي ما قلت في البداية افلح ان صدق. ودي طبعا لقطات لمنتخبنا الوطني مع كابتن محمد شوقي ومع كابتن ضياء السيد وبقية الجهاز الفني وكل اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني. وزي ما حضراتكم عارفين دول كل اللاعبين المحليين، كابتن عصام الحضري طبعا وبقيه الموجودين. كيروش قال ان لكل مدير فني عقليه خاصه. واحد الاسئله اللي جت لكارلوس كيروش هو هل سيتم منح شاره الكابتن لمحمد صلاح نجم ليفربول؟ قال ان محمد صلاح يستحق ارتداء شاره قياده المنتخب. يعني خلاص الحقيقة من وجهة نظر كيروش ان محمد صلاح هو كابتن منتخب مصر خلال الفترة القادمة، ومن وجهة نظر كارلوس كيروش ايضا ان شارة المنتخب لن تكون بالأقدمية ولكن باختيار المدير الفني بناء على اختيار محمد كارلوس كيروش لمحمد صلاح لان يكون مدير فني. والحقيقة ده اللي بيتعمل بيه في اوروبا. الحقيقة من الممكن جدا ان يكون هناك مثل هذه الامور، ولكن لاعب بقاله 10 15 سنه بيلعب في المنتخب او بقاله فتره طويله بيلعب في المنتخب، من حق كل لاعب حتى ان هو يرتدي شاره. وجهه نظري انا دايما بتكلم في وجهه نظري ان اللاعب من حقه، اللاعب القديم من حقه ان هو يكون كابتن منتخب. لما تبقى كابتن منتخب مصر وتحط الشارة على ايديك اعتقد ان ده شيء رائع جدا، ولكن في النهايه لكل مدير فني وجهه نظره. زي ما كان الكابتن حسام البدري قبل الفتره دي في الفترة السابقة كان عايز يخلي محمد صلاح يكون هو كابتن الفريق. بالمناسبة ممكن تكون بمباركة كل اللاعبين، لكن هناك بعض المديرين الفنيين يعني زي كارلوس كيروش كان صريح جدا. الكابتن حسام من وجهة نظري ان هو راح وجه في الموضوع ده كتير، راح وجه في الموضوع ده كتير، ولكن كارلوس كيروش واضح جدا قال ايه؟ قال ان محمد صلاح يستحق ان يكون كابتن منتخب مصر او يستحق شارة القيادة لمنتخب مصر. وبالتالي اصبح واضحا ان طالما كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب سيكون محمد صلاح هو كابتن المنتخب الوطني. مش عايزين نقعد نتكلم بقى في مثل هذه الامور كتير، احنا داخلين على مباراه وديه، الراجل بادئ بشكل كويس، بيتكلم كويس في المؤتمرات الصحفيه، فاتح الباب لكل اللاعبين، بيتكلم عن كل اللاعبين بشكل جيد، بيتكلم عن مصر بشكل جيد. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لان احنا بعد هذه المباراه ليبيريا وهي مباراه وديه ان شاء الله بعد بكره هتكون هذه المباراه، بعد كده ان شاء الله داخلين على مباراتين رسميتين، الاولى الاثنين مع ليبيا الحقيقه، والاثنين الحقيقه اصعب من بعض سواء في مصر او في ليبيا. المباراتين هيبقوا اصعب من بعض بكتير جدا، الجوله الثالثه والرابعه، لان هم دول مفتاح هذه المجموعه. لو ربنا كرمك وقدرت تكسب الجولتين اعتقد ان شاء الله انت بنسبه كبيره جدا منتخب مصر سيصل الى في شهر 3 الى المباراه الاخيره اللي هي هتبقى ما بينه ما بين منتخب مصر وما بين احد الفرق اللي رايح جاي، واللي يكسب يصعد الى كاس العالم مباشره. وبالتالي المباراتين اللي جايين هم دول اللي هيصعدونا لكاس العالم. خلينا في ظهر المنتخب، خلينا في ظهر الجهاز الفني للمنتخب. زي ما حضراتكم شايفين اللي الواحد شايفه واللي سامعه ان هذا الرجل هو رجل شديد الصرامه، صارم جدا 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 في كل تعاملاته، ولكن في نفس الوقت هو اب لكل اللاعبين، بيحب يتكلم معاهم بفلسفه كره القدم وبروح كره القدم. ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، وده اللي نتمنى ان هو ينجح مع اللاعبين خلال الفتره اللي جايه. كلنا امل وكلنا في ظهر منتخبنا الوطني لغايه اخر لحظه ان شاء الله. بكره او بعد بكره نتفرج على المباراه الوديه، وبعد كده بقى نفضل كلنا في ظهر منتخبنا لغايه لما يعدي يوم 11 ان شاء الله، لان يوم 11 المباراه الاولى اعتقد هتبقى في مصر والثانيه في ليبيا. يوم 11 المباراه الثانيه في ليبيا هتبقى بعد صافره النهايه، هنعرف ايه اللي هيحصل الفتره اللي بعد كده مع منتخبنا الوطني. عندنا بعد كده كاس العرب، وعندنا بعد كده كاس امم افريقيا في شهر يناير، وبالتالي الارتباطات الدوليه للمنتخب الوطني كثيره جدا خلال الفتره القادمه.